يا مساء الفل والسعادة لكل مستمع راديو 90 90. أهلا 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 لكل مستمعي 90 90 ولكل مستمعي قد المقام. غبت عنكم يا جماعة أسبوعين كده، معلش، وعكة صحية شديدة شوية، بس الحمد لله بقيت زي الفل ورجعت لكم أهو الحمد لله. فقد المقام بتونس بيكم ومعاكم بأحلى الحكايات، نحكي حب فننا وحب في تاريخنا وندور مع بعض على أجمل ما فينا، أجمل ما في شخصيتنا المصرية. سيرة الحب، سيرة بليغ حمدي النهاردة، بما أننا كده بنختم شهر أكتوبر، شهر ذكرى ميلاده، وبالمنتج اللي قد المقام بيبقى الإنسان حي بأعماله يا جماعة وبسيرته، وخصوصا لما تكون سيرة مليانة بالحب. النهاردة في سيرة الحب هنتكلم عن بليغ حمدي. إيه سر حبنا لألحان بليغ حمدي والشخصيته والأغاني؟ إيه السر؟ عايزين كمان تسمعوا إيه من ألحان معانا النهاردة غير أغانينا اللي بتطلبوها من الأغاني القديمة. حبيت 199 هو رقم الرسائل، 2 18 10 8 66 هو رقم التليفون، وصفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام والتويتر هي راديو 90 90. إيه سر حبنا لألحان بليغ حمدي يا جماعة؟ وعايزين تسمعوا إيه من ألحانه؟ هو طبعا عبد الحليم مثلا لحنه بتاع 29 غنوة، عمل لنجاة ليلة من الليالي والطير المسافر، وردة يعني 6 سنوات من الزواج أسمروا عن شوية أغاني حلوة قد كده. عندك كمان صباح عش أو غلبانة ويانا وكل حب كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب. إيه سر حبنا لألحان هذا البليغ العبقري، عبقري الموسيقى؟ إيه اللي خلى عبد الحليم حافظ يتنازل عن شغله مع محمد الموجي فترة من الفترات ويقدم بليغ حمدي ويقول للجمهور اللي حاضر الحفلة أقدم لكم الملحن الشاب بليغ حمدي أمل مصر في الموسيقى؟ ليه لغاية النهاردة والراجل سابنا ويعني ومشي بقاله فترات كبيرة جدا، لغاية النهاردة أول ما تقول بليغ حمدي هوب بتلاقي الأغاني كل الناس بتطلبها وحافظينها، وحتى اللي بيحبوا المغنى والمزيكا يلعبوها كده على الآلات أو يغنوها في المسابقات؟ يعني حاجة عظيمة عظيمة عظيمة. بليغ حمدي بدأ اسمه يتردد في مطلع الخمسينيات يا جماعة، في العصر اللي بدأ فيه الغنوة تاخد شكل تاني غير قبل كده في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات. راحت الغنوة في الخمسينيات لمنطقة تانية، أحكي لكم بقى شكلها إيه. بس وقد المقام وسيرة الحب، سيرة بليغ حمدي، هو بالمناسبة اللي ملحن غنوة سيرة الحب لست أم كلثوم. 199 هو رقم الرسالة، 2 18 10 8 66 رقم التليفون. وحياة خالد بعتلي بتقولي بسنت عايزة أكلم في التليفون في حلقة بليغ حمدي لأنها بتحبه جدا، فمن فضلك كلمينا على 2 18 10 8 66. مين من أصدقائنا خير الكلام طلبت تسمع حاجة الميادة من ألحان بليغ؟ بالمناسبة بليغ مش يعني أغانيه ما كانتش مقتصرة على المصريين فقط أبدا، لأنه لحن طبعا لعرب كتير، منهم ميادة الحناوي في السبعينيات. يحكي الأستاذ وجدي الحكيم الإذاعي الكبير الله يرحمه طبعا، أنه بليغ في إحدى أجازاته قعد على البحر ومسك العود، وكان يحب العود ويقول طول الوقت في لقاءاته أنا العود صاحبي وحبيبي. طبعا أنتوا عارفين العود كده يتحضن كده يعني زي الصاحب الوفي، أبدا ما يفتكش في أي محنة ولا في أي منحة. فبليغ قعد على البحر وكتب كلام أنا بعشقك أنا كل لك، وعملها طبعا ولحنها كمان لميادة الحناوي. بالمناسبة الغنوة دي كانت أولكش كده، مذيعة أو مذيعة يقولوا
كلام ناريشن زي الرواية كده في بداية الكلام قبل ما الغنوة تبتدي. وكانت هي الإذاعية ربنا ديها الصحة الأستاذة إيناس جوهر قالت الكلام بصوتها الجميل اللي كلنا تربينا عليه في بداية الغنوة. وبعد كده شدت ميادة الحناوي بأنا بعشقك وغنوة خالدة. خير الكلام طلبت تسمع فاتت سنة من الأغاني الجميلة، بس أوعدك إن احنا إن شاء الله نحضرها ويعني إيه ونسمعها مع بعض في البرنامج. وصاحب المقام العالي بليغ البليغ وسيرة الحب في قد المقام بليغ حمدي 91.9 هو رقم الرسائل، 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون. ايه سر حبنا يا جماعة الألحان بليغ حمدي وأغانيه؟ عايزين تسمعوا ايه من أغانيه؟ عايزين مثلا عاشقة وغلبانة، يا نيانا الصباح، العيون السود، وردة، ليلة من الليالي، أو الطير المسافر نجات، عبد الحليم بقى حدث ولا حرج، عامل له حاول تفتكرني موعود، اسمعكم موعود النهارده، وسواح، والتوبه. والتوبه دي ليها قصه حكاها الخال عبد الرحمن الابنودي، هحكيها لكم في موقعها. لكن خلوني كده سريعا احكي لكم في بدايه الخمسينيات لما اتقدم بليغ حمدي بكل هذه الموهبه للاذاعه كان عايز يبقى مطرب. فالحقيقه يعني لم يجاز في الاول، يعني موهبه التلحين يعني كفتها رجحت زي ما بيقولوا، وخاصة انه لحن لحنين للمطربة فايدة كامل، واحد اسمه ليه قابلتني ليه والتاني ما تحبنيش بالشكل ده. وبدأت علاقة بليغ حمدي بفايدة كامل تتوثق، وعرفته هي على محمد فوزي اللي بدوره يا جماعة لعب دور مهم جدا 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 في حياة بليغ حمدي. بليغ حمدي في الخمسينيات قدم مجموعة من الأغاني مع الملحنين اللي ظهروا معاه في الوقت ده، زي كمال الطويل ومحمد الموجي، أغاني قصيرة نسبيا يعني مش طويلة ولا قصائد ولا رغم أن كمال الطويل يا جماعة لحن قصيدة اسمها لا تلومني لعبد الحليم حافظ، لكن مدتها لا تتجاوز 3 دقايق. لكن أقصد أن الغنوة في الخمسينيات الغنوة المصرية وبالتالي بعدها العربية راحت للمدة الأقصر، طبعا بعيدا عن أغاني ست أم كلثوم، ده موضوع تاني. من الأغاني القصيرة اللي عملها بليغ حمدي لعبد الحليم حافظ غنوة كتبها الكبير مأمون الشناوي. عايزة أقول لكم أني معايا جواب من بليغ حمدي لشادية، كان قرأوا علينا الموسيقار الكبير ربنا يديله الصحة الأستاذ محمد سلطان. هخليهولكو كده مفاجأة في آخر الساعة التانية. طيب تعالوا كده نروح سريعا لبليغ ووردة. والحقيقة قصتهم قصة الحب التي توجت بزواج، الحقيقة لما عرفت ان هو برضو 6 سنين قلت 6 سنين بس، يعني معقولة؟ انا تخيلت انه قعدوا متجوزين مثلا 20 سنة ولا حاجة، لكن لقيتهم 6 سنين. وردة غنت لبليغ قبل ما يتجوزوا غنوة اسمها يا نخلتين في العلالي، وهي غنوة فولكلور. وبالمناسبة بليغ عمل فولكلور كتير لعبد الحليم والرشدي ولشادية، يعني شادية كمان كان ليها النصيب الأكبر، وهحكي لكم ده في النهاردة في فقرة صورة قد المقام، وعمل لكم كمان صورة نادرة جدا لشادية مع بليغ حمدي. ايه يا جدعان الاغاني دي؟ ايه الالحان دي بجد؟ ايه يا بليغ يا حمدي؟ يعني مش كده، يعني الواحد قلبه رهيف وما بيستحملش. صاحب المقام العالي اللي سيرته دايما سيره حب بليغ حمدي في قد المقام النهارده، 91.9 هو رقم الرسائل، 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون. ومع خدتوا بالكم في غنوة حنين؟ أنا أول مرة أخد بالي والله النهاردة مع إني حافظها وبسمعها كتير، من حتة الفولكلور برضو اللي فيها آيا نعسة وخبريني، نفس الجملة على فكرة. طيب سريعا، بليغ وصباح عملوا ألحان كتيرة مع بعض، عشقة أو غلبانة وزي العسل ويا نيانا وأمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولها سحر جديد وكل حب وانت طيب يا راجل يا طيب.
وبليغ البليغ في قد المقام 199 هو رقم الرسائل، 218-10-68 هو رقم التليفون، وصفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام والتويتر هي الراديو 90 90. إيه سر حبنا لمنتج بليغ حمدي؟ لازم على طول تقف عند فكرة، فكرة مهمة، فكرة قد المقام، إنه أنت طول ما أنت بتكون مخلص في عملك جدا 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 سيرتك تبقى بعد سنوات وسنوات وسنوات، يعني أكم من عباقرة في كل المجالات سابونا ومشيوا، لكن لغاية النهاردة تقول الله يا الراجل ده عمل مش عارفة، يا الله الست دي مش، يعني المنتج الحقيقي الإخلاص في عملك وتقديم منتج قد المقام يبقى هو سيرتك بعد ما تمشي، زي بليغ وزي أسماء كتيرة. بليغ حمدي وأم كلثوم عندهم حكايات. أم كلثوم جابت محمد فوزي وقالت له ينفع أنا ما غنيش من ألحانك بقى، يعني مش يلا نغني، فادت له كلمات أنساك يا سلام أنساك ده كلام، وقالت له لحن لي يا فوزي. وفوزي كان عارف بليغ حمدي عن طريق المطربة فايدة كامل وكان مقتنع بيه جدا. بص بقى جمال محمد فوزي رحمة الله عليه، وكمان فقال لبليغ تعالى خد الكلام ده وسمع ولحنه، وقام واخد بليغ من ايده بعد ما بليغ لحن مطلع الكلام، وقام موديه عند ست أم كلثوم، فعند هي كانت بتعمل كده قاعدة عند دكتورها دكتور زكي سويدان اللي كان بيعالجها من الغدة الدرقية، فقال لها اسمعي. فبدأ بليغ على العود يسمعها أنساك، فقالت له إيه يا واد الجمال ده، أنتوا عارفين أم كلثوم كان عندها إفيه كده عالي وكان دمها خفيف جدا جدا جدا، تحب القفشات قوي، فعمل لها أنساك. إدت له كمان حب إيه اللي بدأوا بيها فعلا، يعني دي اللي طلعت فعلا حب إيه، لكن هو لحن لها أنساك الأول، لكن طلع على في الإنتاج، يعني غنت حب إيه الأول في الخمسينيات، ثم غنت أنساك، وبعد كده عمل لها فات المعاد وعمل لها سيرة الحب وألف ليلة وليلة، وغير في شكل تخت أم كلثوم، يعني دخل لها كمان آلات غربية زي مثلا آلة الساكسفون عمنا سمير سرور، الجيتار عمر خورشد، يعني الأكورديون والحاجات دي ما كانتش موجودة في فرقة أم كلثوم أو التخت الشرقي لأم كلثوم، لكن هي كانت بتقتنع طول الوقت برؤية بليغ اللحنية وتقديمه لل للحن او للغنى. وبالمناسبه ما كانش زمان كان في يعني ممكن الملحن هو اللي يوزع، مش زي دلوقتي الملحن حاجه والموزع حاجه. تعتب عليا ليه انا بايديا ايه، فات الميعاد يا اخ فات. في الكوليريات بليغ حمدي وشادية يا جماعة طبعا اشتغلوا مع بعض كتير جدا، لكن لحن لها وعمل لها أغاني كتيرة جدا مقتبسة من الفولكلور، زي آه يا سمرالي اللون، زي زفة البرتقان، زي يا حنة يا حنة يا قطر الندى، عمل لها كمان قولوا لعين الشمس ما تحماشي كلمات مجدي نجيب، أسمر وطيب يا عنب من كلمات الأبنودي. الحقيقة عمل لها مجموعة كبيرة من الأغاني المستوحاة من الفولكلور، وكانوا أصدقاء جدا. وقعدينا كده على تصريح للموسيقار محمد سلطان بخطاب بليغ حمدي لشادية وهو في الغربة، وهو بيقول لها أختي الغالية الفنانة الحبيبة، لكل إنسان في بلدي مصر شادية أكتب لك من وحدتي القاتلة، كان وقتها بقى برا مش في مصر يا جماعة.